كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اجيتكم باول فيديو الي على قناتي هون ب 360 فيوز. الفيديوهات هون حتكون خطيره اكثر واحلى بكثير، لانه فيكم تشوفوا اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا عن طريق بس انكم تحركوا باصبعكم هيك او تحركوا بالموبايل. حتشوفوا كل شيء حوالي ثانيه بثانيه، وكمان حاجيكم بمسابقات ان شاء الله بكل فيديو. ترقبوا المحتوى اللي حنعمله هون، المحتوى هون ما حتشوفوه على اي مكان الي بالسوشيال ميديا الثانية، حيكون خصوصي الكم هون. anyways قبل ما نبلش كل شيء بدي اقول حيكون في سحب على موبايل هواوي، ثم تنسوا تشتركوا، واهم اهم 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 شيء لازم تتابعونا على قناتي هون، لانه حصير نزل لكم فيديوهين بالشهر. هاي ماما. هاي. اليوم بتعرفي شو حنعمل؟ اليوم جيتكم مع ماما لأنه اليوم حأسألك 10 أسئلة محرجة لازم نجاوب عليهم. حناخذ للمتابعين مشوار بالسيارة لحتى يشوفوا دبي، برج خليفة وحركات. شوف شو أوكي اللي عم يسأل لكو إيد ماما، شايفين ضربة حالة توجع؟ يعني شو بصير؟ امبارح ماما ضربت حالة بالمسبح فليكو ايدها شاطرت، كنا عم بلعب فوتبول، كانت عم تلعب بالمايك كرة ما بعرف ايه طائرة فضربت ايدها. مو طائرة شو هي لك؟ باليد كنا عم نلعب طير هي مو؟ ايه اوكي طائرة. ماما جاهزة؟ جاهزة. كمان مرة ثانية بذكركم تابعوني على قناتي هون فورا فورا فورا. اوكي ماما كتبت لك الاسئلة هون اشوفها؟ لا انا بدي اسأل حالي. لا انا حلك. طيب جاهزة؟ جاهزة. اوكي خلونا نبدأ. ماما السؤال الأول بيقول لك مين هو ولدك المفضل؟ خمسة. لا واحد. يا الله هو لازم تجاوبي هالتحدي الصراحة، خاصة الكل بيعرف انه بتحبيني لي أكثر شيء. شو؟ جايز إذا فيكم تبرموا الشاشة حتقدروا تشوفوا برج خليفة ليك شو حلو. واو إذا بتبرموا بهي اللحظة حتشوفوا الفيو خطير. مشان أقول لك شلون الموضوع بكون عند الأمهات، كيف الأمهات بتحب كل أولادها. كل أولادها كل أولادها. أنا عم بعمل هيك لأني السيارة صارت فشلة. فما لا ما حدا، بس أقول لك شلون أحيانا مثلا شيرو بحسه إنه كثير بفكر فيني بده راحتي بيسألني شو بتحب شيرو أكثر شيء؟ يعني حسب اهتمام الولد للام وللاهل وحسب اللي يسمعوا الكلمه وقلبهم على الام يعني هيك. طيب اوكي ماما تهربت من السؤال الاول. ماما تهربت من السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لك مين بتحسي حيتزوج اول شيء؟ من الطبيعي شيرو، بس من الغير طبيعي بعائلتنا. من غير الطبيعي حسب حسب الظرف. انت قولي اسم وانا حقول اسم. ناري سدرة. والله ايه هيك بحس. ايوه انا ما بدي اتزوج ما بعرف، انا بحس سدرة جوز. اوكي بعدين لازم الاقي عريس. اوكي السؤال اللي بعده، مين اغبى واحد بين ولادك؟ ولا واحد. لا واحد ولا واحد. لك ماما اعطينا اسم يعني مين هيك بتحسيه هيك غبي يتغابى؟ ما في حدا غبي. يعني شلون اقول على ابني غبي او بنتي غبي؟ يعني غبي يعني هيك انه هيك يرفض يعني. ما في ولا حدا يعني شو بك. طيب ما حد جاوبي. انا حدا بقول عن اولاده غبي؟ طيب غبي 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 ما بي. هل ندمتي من زواجك من بابا؟ لا بالعكس ما ندمت. اوكي السؤال اللي بعده، كم عمرك؟ عادي مواليد 70. يعني قد عمرك؟ خلص مواليد 70 انا ما. والله انك جاوبت على السؤال. جاوبت. اوكي هذا السؤال انا على بالي اسمع شو بتجاوبي. لو عملتي عملية تجميل شو بتكون؟ شو بتكون؟ لو عملت عملية تجميل بتكون عملية لأنفي. لأنفك مثلي؟ اي انا بتعرفي انا من عمري كان 18 19 كان عندي هالهاجس بدي اعمل عملية تجميل. ليك انا بس ما كان عندي الجرأة. انا مريضة وانا كنت خايفة لما دخلت على غرفة العمليات. انا بخاف كثير. سو بتعملي عملية انفك؟ اي هذا. طب تعي نعمل لك عملية انفك. خاف. ماما السؤال اللي بعده، إذا تزوجت حدا أجنبي بترضي؟ إذا كنت بتحبي وإنسان متفهم و يو
أخلاقه كويسة وبحبك كتير 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 وصار مسلم وافق. توافق. اي صار مع كل هالشروط. اي ما شاء الله. يعني اي عشو تعادي. الكسندر سمعت ما شو اوكي مين كرشك؟ شو سؤال بايخ؟ هو سؤال محرج بايخ يعني ماذا انا بعرف بحبك هذا بالساهر بس ما هو كرش. مين كرشك؟ ما عندي حدا كراش يعني مثلا يعني اني شخص مفضل عندك كثير 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 يعني شخص انا كثير بحبه يعني بحب شخصيته بحب اهتمامه بالمرأة كاظم الساهر. كاظم الساهر بحسه اني بيقدس المرأة. طب ليش كاظم الساهر متزوج او لا لك مو كاظم الساهر كاظم الساهر اصلا هو بغني اغاني لنزار قباني عندي نزار قباني يعني نزار أيه. انا بحسك تلبي لك كاظم الساهر ما فيش شو اكثر فيديو بتكرهي بقناتي يعني في فيديو بتكرهي بقناتي ما خطر لا يعني في فيديو بتكرهي بقناتي يمكن في كان واحد بس ما بذكر شو هو؟ والله ما بتذكر شو عملت انا بالفيديو تحدي؟ ايه فيديو كنت عم تبكي فيه هذا الفيديو تكرهه بقناتي؟ ايه كنت عادي صرت تحكي وشفتك كثير متضايقة هيك بكرهه بس طب ماما جاهزة للسؤال الأخير شو؟ أنا عمالي على جواب جايز كتبت لها لماما سؤال كثير عبالي أعرف شو حتقول جاهزة؟ لو أنا تزوجت حدا أكبر مني بأربعين سنة فرضي بس لا. غني لا شخص غني وعمره أربعين أكبر شا... مني إن شاء الله يكون ملياردير فكري معي لو تزوجت أنا شخص غني بس عمره أربعين سنة عمره أربعين وأنت عمره أكبر مني بأربعين سنة لا يعني عمره ستين سنة شو دي مجنونة؟ ليش؟ بركي هو شبابي لا لا إله إلا الله أكيد لا يعني الأجنبي الأجنبي حطت له شروط وهو كبير بحبني عمره 60 شو بك أنت عمرك 20 أنت هو عمره 60 هذا مو سؤال الحب ما بيعرف عمر زازي. الحب ما بيعرف عمر ولا حب ولا بطيء الحب ما بيعرف عمر 60 وأنت عمرك 20 40 سنة بتعرفي شو يعني 40 سنة؟ يعني جيلين لا مو يعني قصدي اني من جيلك يعني 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 عنده حفيد من عمرك لو انا بصير مرته وبصير عندنا احفاد صدقيني هو كثير غني ان شاء الله يكون عنده كل اشتاق لك كل بنوب العالم يا الله يا بتعرفي شو يعني تتزوجي شخص عمره 60 سنه شو يعني؟ يعني بعد 20 سنه بكون عمره 80 سنه شو يعني ختيار 60 سنة طب. يعني 40 مهضومة طيب يلا عطيني انت عمرك 20 و 40 يعني طيب شو هلا نعطي مواصفات عريسي اذا اجنبي صعب اعرف شو هلا اجنبي طبيعي اني مو مسلم اني اسلم يكون اخلاقه كويس طبعا في كتير شخصيات اجنبية بتكون اخلاقها توب وعالية وانسانية و بس طيب ما شرط اني كان اجنبي ولا شو ما كان يكون بس المهم إذا بده يتزوجك أنت مسلمة هو الأسلم ماما هربت من كذا سؤال بس والله ما حك والله ما هربت منطقية أنا يعني شو عرض تجوز واحد عمره 60 هربتي من سؤالين اللي هو مين أغبى ولد ومين ولدك المفضل بس عادي ما بدنا نعمل مشاكل بالعيلة أنا مفضلين عندي هنسامحك لليوم بس اللي بحسه بيسمع الكلمة واللي بيمشي ملتزم واللي بخاف علي وبياكل همي زاز علاني وإذا ما بدي شغلة يعملها ما بيعملها إلا لأنا أكون رضيانة هذا الولد اللي بحبه أو البنت اللي بحبها بس أنا هيك بحبك إلك وإذا شيرو هيك بحبه لشيرو إذا سيدرا هيك بحبكم كلكم المهم جايز ماما عم تحاول تجاوبني وتسلك لي بس على كل حال بدنا نقول مثل ما شفتوا هاد بس كان بس أجبتي مقنعة ما
لا جاوبتي بصراحة. ايه بصراحة يعني اللي عم بحس فيه، مو اني والله بدي اقول لك هيك بس مشان يعني اني اجاوب على السؤال. لا لا ماما جاوبتني بصراحة. بدي اقول حبايبي هاد كان اول فيديو الي على 360 views، بتمنى يا رب تكونوا انبسطتوا فيه. لا تنسوا تتابعوا حسابي هون، وكمان تشتركوا بالسابع حتى تربحوا موبايل هواوي، عرب حتشوفوني بفيديوهات غير. ويا نحن بنحبكم كثير، شكرا ماما على حضورك. باي باي.